صباحو يا روحي. صباح النور. يا لطيف، مشيت 10,000 خطوة مرتي، طلقة صرت طلقة. لك خلص يا من بلاها غلاصتك هلأ. أنا كم مرة قلت لك تعالي امشي معي الصباح بس أنت ما بتردي علي بنو. لأني كتير فاضي. مزبوط يا من، بتعرف شو عم بتساوي؟ أنا بجي الصبح قبلك على الشغل وأنتو المسا ما بتخلوني ارتاح ساعة على بعضها. صحتك حياتك، الدكاترة شو بيقولوا؟ كل يوم 10,000 خطوة. ايه اصلا هذا اللي شاطر فيه، بس اطلب منك شي طلب تطلع لي بألف حجة فورا. روحوا بسرعة وزع الخبز بالسلال شوي وبيجوا الزباين. محاسين؟ تعرفي انا وجاي كنت عم فكر بكتير شغلات. شو خطر لي؟ خطرت لي فكرة عن جد بتاخد العقل، منقدر ننفذها بقرض كتير صغير. شو قلتي؟ لا في قرض ولا في اي شيء يا مين، بس اسمع بكلمة قرض بتقف فيوزاتي كلهم. سكر لي على هالسيرة على بقى. فكرة محسن انت عم تستعجلي بحكمك، بس اسمعيني شوي خليني اشرح لك بالاول وبعدين احكي. قلت لك لا تحط الخبز والجرايد بنفس الكيس يا زلمة، شو هاد؟ يا حبيبتي اسمعيني بالاول وبعدين احكي. مشروعي فريد من نوعه، اسمعي مني. وقت تجي السمكة وتاكل طعم الصنارة يا محاسن، البكرة بتلاقيها لفت لحالها. يا مين؟ تأثرتي بكلامي ما؟ لك هاد مو مروان؟ لا عما، معقولة؟ مروان طليق الأسرة؟ لا عما لا عما لا عما، رائد الأعمال لهذا العام مروان كورفالي. يا مين، إن شاء الله إسراء ما تقرأ هالخبر، والله هلأ ماني فاضي انشغل بكآبتها أبدا. لا عما شو هذا محاسن، ما عم صدق. يعني هاد كيف تحول هيك ودغري صار معه مصاري؟ هذا نفسه مروان الغبي ابو ريالي. شو مكتوب؟ ورجيني. مدير تنفيذي ليك. صباح الخير. صباح النور بنتي، اهلين. ايه خير، شو عم تقروا من عند الصبح وانتم مركزين هيك؟ لا لا ابدا، نفس الاخبار كل يوم. امي لا تكبي الجريدة، بدي اخذها معي بتسلى فيها بالباص وانا رايحه. بنتي ليش لا تهزي بدنك من عند الصبح يعني؟ حبيبتي امي، وليش لحتى هز بدني؟ ما أنا بدرس إعلام أصلاً. لك الإعلام ما عاد إلو معنى بنو، بس للمطربين والممثلين. على هي تجوزت وهذا طلق. كتير سيء يا بنتي هالوسط، مو طبيعي. فهمت، يلا أنا رايحة أتأخر. لا لا لا، لا استني استني. لا تروحي. خير بابا حبيبي، ليش لحتى ما روح؟ محاسن حبيبتي إسراء، اليوم حاسة حالي تعبانة كتير، شو رأيك تضلي معي وتساعديني شوي بالشغل؟ بس أشري لي البندورة. بدك أشير لك البندورة أنا؟ أمي أنا بشتغل بمحل تاني وعملك تأخرت كتير، يلا بدي روح باي. لك أنا أصلاً ما عم بفهم، أنت ليش عم تشتغلي بمحل تاني بنتي؟ طالما نحن عنا مطعم إلنا، أنت ليش عم تشتغلي عند الناس الغريبة؟ بركي لأنك بتحرتي علي وما بتعطيني ولا ليرة. شبكون وليش عم بتعيطي علي؟ شو صاير اليوم كلياتكم غريبين؟ عم اقول لك تاخرت على شغلي، يلا باي. يعطيك العافيه. اسمع بنتي بدي اقول لك شغله، استني شوي. يا الله يا يامن، شو بدنا نعمل اذا قرت الخبر؟ مصيبه. اف ان شاء الله ما تقرا، الله يسترنا. صباح الخير. صباح الخيرات، ديروا بالكم لا تردوا هيك. صباح الخير، يعطيك العافيه. عم حسين صباح الخير. شو بدي اقول لك، بس تشوف اخي قص له شعره ودقنه صار منظره مثل الغوريلا. تكرمي اسراء، الظاهر اسراء لسه ما عندها خبر. مبسوطه وما احلاها. اكيد بيك هالمروان، شايف شو تغير؟ اذا شفته بالشارع يمكن ما اعرفه. تمام يلا خلص شوي يكون عنا. لا لا ما رح. ممكن تمرقيني لو سمحتي؟ تفضلي لهون. عفوا مرقني لو سمحت. عفوا طولي بالك يا اختي على مهلك. ممكن توقفوني بالزاوية هني؟ تفضلي. البيت معتي شوي لهيك بدي وقف هون. في شوية زحمة. خلص انت اتصل فيه واكدوا على الموعد. حبيبي شوف بطبع. أنا اليوم عندي كيف؟ قال بيعتبر وقت. كيف؟ أنت مجنونة مروان، لك مروان؟ مروان مكتوب هون اسم مروان، مكتوب مروان، لك شوف بعينه. مروان كورفالي أصبح مشتراً ضمن أكثر خلال هذه السنة بعد العشرين مليون مستخدم الحائز على جائزة رائد الأعمال لهذا العام، ويعمل مديراً تنفيذياً في شركة أصبحت قيمتها 100 مليون دولار.
100 مليون دولار. الله يثبت علينا العقل. اوعك اوعك. على جائزة رائد الأعمال الأول لهذا العام مروان كورفالي، تفضل على المسرح لو سمحت. برافو برافو برافو. مبروك مبروك. كل شباب تفضل. لزملائي اللي كان لهم جهد وفضل بحصولي على هالجائزة، شكرا كثير لكم. الحقيقة في كثير أشخاص أنا ممنون لهم، بس في حدا مميز عندي بيناتهم وكان له الفضل الأكبر بتقدمي. وبلا ما كنت رح أوصل لهالجائزة. عمو أنت بتعرف كيف كان شكله لحد؟ كان أجدب ما بيعرف يلبس بالمرة، وبيحط نظارة كبيرة وشعره منكوش وبشع دائما. بس بدك الصراحة شب حلاوة. اتدمرت حرفيا لحتى هو ينجح بمشروعه، ما ضل شغل ما اشتغلت فيه. يلي هو وصل له كان بس من ورا تعبي، من ورا كل شيء انا عملته. اطلعوا على حالتي، راكبه بالباص، نقل داخلي. صار ناجح لهي الدرجه، ما بيخبرني حتى لك خالتي. من وقت ما انفصلنا ما اتصل فيني ولا مره، هالحكي معقول؟ بنتي. قولي لي خالتي. انا صار لازم انزل. الله ييسر لك. انزلي خالتي انزلي، وانتي انزلي، انزلوا كلياتكم احسن لي، بضل قاعده هون لحالي احلالي. لك شو هالحكي؟ بس فهموني هن كيف انفصلوا؟ نحن ليش ما منعناهم من هالشي؟ معقول نحن اغبياء لهالدرجه؟ لك خلص اسكت، انت اكثر واحد كنت تحرض اسراء، كنت تقول لها اتركي هذا البني ادم بعمره ما حيصير زلمه. بدك تهدي مشان اقدر قيسه. ولك يا ريتهم قص لساني انا، ولك الله يلعني ساعه اللي قلت لها هذا الحكي. شوفوا الاهبل وين صار هلا. هلا نزل ضغطك، استني بدي اجيب لك كاسه فاير. صهر ابو ال 100 مليون دولار راح وانا عم بيحترق قلبي عليه. على فكره هذا المشروع كان خاطر على بالي كمان، بس لو انتوا وقفتوا جنبي كنت اليوم زلمه عندي 100 مليون دولار بحسابي. لك سكوت بكفي، ماني قادره اسمع شيء عن مشاريعك التافهه. والله انا رح جن، عقلي ما عم يستوعب، احنا كيف روحنا هيك صار علينا يا جماعه. لك شو كان بده يعرفنا انه هذا الاهبل رح يصير غني ومعه مصاري؟ امي حبيبتي، امي اسمعيني بس ثانيه، قلتك ما ممكن يرجعوا يتصالحوا مره تانية؟ هذا كان يحب الاسراء كثير. سكوت، الولد صار معه كثير مصاري، شو بقى بده باسراء؟ ما هي مزبوط، والله مزبوط. هلا عرفت.